ايه رايك انا بالمهرج؟ لا انا احب البالي المائي. يحب البالي المائي؟ سهله سهله. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بلعب في البالي المائي. ده كده بالي مائي؟ ايوه ده كده بانيه مقلي ده. اسفين انت جاي تكحنا هنا. لا كحبة تعبان ما تقرفناش، ابعد بقى شويه. يلا نزل الورد ده على بقك. يلا خلاص اطلعوا يعني ايه طب المصلحة؟ معلش وكحول ماشي. يلا يا سندريلا. يلا سندريلا هي مهبوبة. طب هنقول ايه نيلي كريم؟ هي مهبوبة. معنى اللي شفته ده هي مهبوبة. يا مش يلا بقى، مش آن الأوان نطلع شيك ولا نطلع أي حاجة. فقراتكم في غاية الجمال. طب إيه؟ سوف أذهب أنا والمهبوبة الأهرامات ونسهب فلوس ونأتي. معك فيزا؟ أرفع عنك الكريدت وأهمله مكانك مهبوبي. فرحان دي بتقلبك. أرفع عنك الكريدت. لا 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 نسهب فيزا، المعاش نزل. المعاش نزل؟ معاش إيه؟ إيه ده هندي من التأمينات. لا لا يلا مهبوبة. هيا حبيبي هيا مهبوبة. انت سبتهم يمشوا يا منصف؟ مش مهم مش مهم، بس شوفي هنود عندهم الفيزا بتسحب مليون جنيه. انت هتستعبط؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ يا مرات عمي انا برضو غبي، قدمت لهم فقرات رخيصة. انا اخش بقى استنى بدخل استنى انت برضو استنى يعني حزمي استنى. هروح اجهز لهم فقرات من اياها، فقرات من الغالية بقى. استني بس يا رب. مدام اميرة خدمتك ليوم الدين. شكلك قمر يا كيميليا فليبس خدمة الغرب. ربنا يخليك. بصي هعملك اللي انت عايزاه بس رجعيني والنبي. لا لا يا ماما انت خلاص استقريتي في الوظيفة دي. لا كلب تحت رجلك طول العمر. يلا لا والنبي عشان يلا اطلعي على اوضة المهرجة نظفيها. يلا لسه منظفها. يلا اسمعي الكلام وطلعي الهدوم بتاعته وطبقيها وحطيها في الدولاب تاني. حاضر. يلا يا بنت بسرعة. لا شرشوبة. ايوه حاضر اهو اهو مساحة اهو. هم ده هلو. ايه يا عقل ايه يا روح؟ الحمد لله تمام يا روحي. ما خرجتش من اوضتي من ساعة ما سافرت، ما تقطع عشان يا روح قلبي. ايه جالك مسج على الموبايل فيها تم خصم 40,000 جنيه؟ دي مصاريف اللوكاندا. يا حبيبي اوكي. لا لا عيب عليك تيجي على مصيبه. ايه انا عامله لك مفاجاه هايله تيجي بمليون سلامه يا روحي. باي باي مع السلامه. يا مدام اميره يا مدام اميره. ايه حي كارثه. إيه؟ مصيبه. قولي. المهرجة وانا طالعه بعمل له هدومه لقيته منزل حبل كبير جدا من على الشباك وفي شنط، شكله هرب. نعم والله غوري من وشي. طب رجعيني بقى. يا ولد ده انا هرجعك. غوري يا بومه غوري. يا منصف يا صبري منصف. ايه ايه يا مرات عم عرفش رايح شويه. مصيبه يا منصف. فين صبري؟ ايوه مدام اميره. لا انت بتعمل ايه؟ انت مش وقته ده. البنت كيميليا وهي بتنظف اوضه المهرجه بتقولي ان الشباك كان مفتوح وفي حبل نازل منه منططين منه شنط الهدوم بتاعتهم. شوف يا اخي الهنود بينزلوا الشنط غيرنا، احنا ننزلها من الباب ومنزل. طب ايه المشكله؟ انت هتستعبط ده معناه ايه يعني؟ بينططوا شنط الهدوم ليه؟ هنود احنا مالنا هم وخيالهم. لا 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 انا شاكه في حاجه غلط. صبري هم لسه خارجين دلوقتي. ابقوا وتغتصوا جابوهم لي هنا. تحت امرك يا مدام اميره. تعمل ايه ده يا مرات عمي؟ ولا في حاجه غلط، انت بس اللي دايما قلقانه. اسكت انت يا منصف انت مش فاهم حاجه. انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الحقن يا رمضان. ايه البنت كيميليا بتقولي وهي بتنظف اوضه المهرجه ان هو كان فاتح الشباك ومدلدل الحبل منه ومنطط شنط الهدوم بتاعته. بينطط الشنط؟ ايوه. وهم لسه بيدربها على ايه يعني؟ ما اعرفش انا قلت لها برضه تلاقي هنود وخالهم واسع. ايوه هيهرب شنط الهدوم ليه من الشباك؟ لا يا ستي يعني خلاص هو ساب الاوضه ولا ايه؟ ايوه سايب الاوضه. شيماء بنت شيماء. ايوه يا بابا. خلاص إيه اخر بابا النهارده. ها يلا هناخد اوضتنا نرجع على اوضتنا. يعني ايه يا بنت؟ هتوقعي الفراخ في الارض. يا حاج وانت من الحي ما تسيبها. يلا يا تعالى يلا. يا عمي انت اي ايه ده يا عمي؟ يا غبي ماسك المهرجه كده. اوعى اوعى ده مهرجه. ايه فين فلوسي يا جناب المهرجه؟ وعهد الله يا ست هانم احنا مالينا دعوه بالحوار ده. وعهد الله يا ست هانم؟ امال مين يلا اللي ليه دعوه؟ الحاج رمضان هو اللي قالنا نعمل عليكم العباجي. العباجي؟ ارفع عنك الفلوس وانصب بدلا منك. العباجي. لا 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 ايه ده ايه ده يا رمضان؟
اه والله وقال لنا هديكوا 500 جنيه 150 جنيه بس يا عم انت بقى يا انت يا عم ناصب على مرات اخوك الغلبانه وناصب على النصابين اللي معاك انا ما نصبتش على حد ده اللي كانت عايزه تنصب عليها وهي كانت مفروض هتاخد مليون جنيه ها وبعدين انا بعمل ده كله عشان ايه اكرم اخويا شقيقي عمره حتى ما عزمنا انا والبنت نقعد عنده في اللوكان ده فالبنت يا عيني كان نفسها تقعد يومين في الحلاوه اللي عندكم دي فده اللي حصل يعني اه فعملت ده واكرم مش موجود مسافر صح ما هو لو موجود مش هيوافق ماشي يا رمضان صبري ايوه ست الكل الاثنين دول تاخدهم تربطهم وتحبسهم لي في اوضه الفران عينيا يلا يا قلت لك ملناش في الهندي ولا المصري عامل لي فيها من هند وانت من كشري هند أيوة. تعال يا غوي يا عم انت فينك يا عم خلاص بقى شيماء خلاص ملناش نصيبه دي احنا قعدنا يومين واتبسطنا يا بت ونزلت البسيمو كله يلا بقى على الاوضه يلا لا 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 مش هطلع فوق لا قولي بيلاقيها بابا لا يا بنت اسمع الكلام بتاع الاوضه والله العظيم اموت نفسي واموت لك الفراخ كلها ايه الفراخ كلها ايه اموت نفسي والله يا ولا هدو الحقها هدو ده احسن تموت نفسها ايه الحقها يا هدهد يا ابني هتموت نفسها يا هدهد ايوه يا سلام اخيرا افتكرتني يا حاج رمضان شوف الدنيا دوارة ازاي جاي دلوقتي تحتاج له هدهد بعد ما الملعون بتاعك اتكشف يا حاج رمضان يا هدهد يا نزل ايدك نزل ايدك نزل ايدك نزل ايدك 30 سنة يا حاج رمضان عايش تحت رجلك انت وبنتك المعفنه شيماء كنس ومسح وقله ادب يوم ما يجي وتقعد في نص اللوكان ده بتاع اكرم تسيبني في النص المعفن بتاعك وجاي دلوقتي تقول بص لي هنا 30 سنه يا حاج رمضان عايش تحت رجلك انت وبنتك المنتنه شيماء كنس ومسح وقلة أدب مش هين عليك حتى تاخدني في قلب السويت بتاعك ويوم ما تفتكرني تجيب لي شوية رص بآخر ربع بص يا لالا 30 سنة شغال تحت رجلك أنت وبنتك المقرحة شيماء تنزلوا تلعبوا في قلب البول مش هين عليك تديني لفة وجاي دلوقتي تقول أيوة كده جاي دلوقتي تقول لي يا هدهد يا سلام خلاص ما بقتش قادر استحمل ابص في وشك مش قادر اشم ريحتك ولا اسمع صوتك ابعدوه عني ابعدوه عني ابعدوه عني ثانية ابعدوه عني ابعدوه حلو كده؟ ماشي ايه ده؟ ايه اللي حلو كده؟ هو طالع للمحاسب ايه يا بطل؟ ايه اللي حلو كده؟ جننت لنا هدهد يا عم رمضان منصف يا نزل ايدك كلكم طمعانين في جسمي وحوش 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 تمام كده يا استاذ؟ ويزو مع الرئيس بقى يا رمضان بس عمينك وحوش 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 يا نهار اسود انت مكسل تعمل الحركة السن يا بنتي رمضان بقولك ايه انت هتدفع كل الفلوس اللي اتصرفت عليك انت وبنتك والمهرجة ومراته ادفع ايه 40,000 جنيه ادفع ايه 40,000 جنيه ha